بسم الله. بص يا طلبه، عشان انت اول مره تلعبها الاساتذه كلهم لعبوها. اقعد مكانك. انا لعبت دي قبل كده. ايه كلكم لعبتوها؟ نعم. مش لوحدك وما تتكلم تقول كلنا. ياسر ما لعبهاش يا استاذ. لا لعبها ازاي؟ لا ما لعبتهاش خالص ولا مره. يبقى كده طلبه وياسر ما. طيب هشرح لكم كده على السريع. احنا معانا 9 صناديق فيهم بعض الاغراض، كل صندوق فيه غرض. المطلوب منكم انكم في وقت يعني كويس تحفظوا براحتكم، يعني تحفظوا يعني اماكن النهاردة. حاجه مش النهارده. لا النهارده تعالى دلوقتي تحفظوا الحاجه اللي موجوده. بعد ما انا هلخبطها دلوقتي هنشوف مين اللي هيبدا وهيقوم يحفظ الحاجه اللي موجوده، وبعد كده يقعد ويتغمى هو وزميله. الفريق الثاني هيقوم يلخبط له الدنيا، وبعد ما يلخبط الدنيا الفريق الثاني هنقومه تاني اللي حفظ، نقول له رتب زي ما كان. طب هل ممكن زميله يساعده؟ لا. ولا هو بيتغمى بس؟ لا هو لوحده. طب ما ليه ما يبقى ماشي خلاص ماشي. هو لوحده. يبقى انت اللي هتقوم. لا انت ده انت ما هتعرفهاش. انتوا الاثنين هتقوم. لازم تتمرن. ثانيه واحده. مين اللي حابب يبدا؟ انا هبدا. مين اللي حابب يبدا؟ انا هبدا. بس طلبها طلبها وان انا هديها. بس خلاص. دي ثقه في النفس. هبدا باذن الله. خلاص انت اللي طلبت. باذن الله. انت اللي طلبت باذن الله. طب انت عايز ايه؟ تشاور كده. انت هتغميني ولا مش هتغميني؟ لا لسه مش معاك. انت حفظت؟ لحق؟ هو هيغميني. هو طلبها عايز ينام. بيلخبطوا من الاول. عايز ينام حبه. كل مره هيلخبط وبعدين انت تخش. انا لعبتها قبل كده. الاستاذ غزي كل مره هيلخبط الصناديق دي. تمام. وانت هتبص عليها لمده مثلا 20 ثانيه. تمام. ويقوم مغمي عينيك. دي كافيه ال 20 ثانيه دي؟ كافيه. اتفضل يا استاذ رضا. طب ما تيجي بلاش نشرح. هم لسه بيسالوا. تعالى يا استاذ رضا. تعالى يا عم. تعالوا نشوف. بص يا استاذ طلبه، تعالى هنا شويه يا استاذ رضا. لا لا يعني هنا كده احفظ براحتك يعني. شايف النظره؟ ما تخافش بص بيحفظ الحاجه مكانها فين. بص ده واقف. بص واقف عامل ازاي؟ ايوه ايه ده يا عم؟ بينظم المرور. بس الكلام مش مستني الاتوبيس. خلوش الشوشره كندا ركز. بس خلاص بصوا بقى. بصوا 9 صناديق احفظ اماكن الحاجه. المسدس فين؟ الطبق فين؟ الحبل فين؟ الفازه فين؟ ما شاء الله عليك. انا اول مره اشوف واحد بيحفظ وهو نايم. ما شاء الله عليه الراجل واخد تعسيله. وهتقوم انتوا تلخبطهم له بقى دلوقتي. ماشي. بس ما هو يقول انا جاهز. جاهز يا استاذ رضا؟ جاهز يا فندم. اتفضل اقعد مكانك. ده بيخوف الصناديق. اتفضل اقعد مكانك. اخر نظره، نظره اخيره، نظره الوداع. انا مش هساعده صح؟ انا مش محتاج اجهد نفسي. لا مش هتساعده، بس هتتغمى برضو معاه. عشان ممكن انت غصب عنك حاجه غلط تقول. اتغمى الاول يا عم. لما تتغمى يا حلو. اتغمى الاول يا عم. انت فاهمني ايه؟ شفت بقى اعرف اعمل ازاي؟ بس انت كل حاجه. احنا السنافر. خلاص يا استاذ رضا بعد اذنك يا استاذ ياسر. اقعد مكانك يا استاذ. لا انا عشان ما اشوفش. لا ما انت لو قعدت هتشوف. بص الثقه. انا مش فاهم. احنا بنلعب خلاويش. ما انت غميت. يلا سمير بالراحه عشان الصناديق هشه. بالراحه. على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك. ايوه على مهلك. خلصتوا؟ خلاص. خلصنا. استاذ رضا جاهز؟ اوه برم بم بررر. يلا استاذ رضا. مش ممكن. شويه عرق سوس بعد اذنك. يا سلام. شوف شوف بص الرميه. بص الرميه. ثقه. بس 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 خلاص. يا سلام يا سلام على الجمال. لا مفيش مساعدة. لا مفيش مساعدات. انا قلت ايه؟ ايوه دي حاجة بتجيلك. عايز غطة؟ ايه ده؟ طب احنا نعرف بقى منين هم جوه الكنترول هيقولوا؟ في فار متابع. معانا فار. تمام كده. خلي بالك جوزي برضه بيبقى هشوفها لسه. اديني وقتي من فضلك. لا لا معاك وقتك. اتفضل حضرتك. محدش يقدر يتكلم. وطي حضرتك الطاقية نازلة على وشك. معلش هي بتتزحلق كده. الذاكره بيرجع الذاكره. يعني وانا ممكن ما اقولكش يا رضا بس انت لا 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 لا, لا, لا ما تبصش ولا تفهم ولا تقول حاجه بالله عليك. ما تساعدش عشان هم برضو ايه هخليهم ما يساعدوش. هنتلكك ونساعد. والله انت فيه يا غزي. والله انت بتاخد وقت قد ايه في الترتيب يا استاذ غزي؟ انت خلصت؟ تعالى خلصت. قول انت عايز وقت. خلي بالك ان البرنامج ساعه ونص. عايز تصور والله من دي ساعه ونص. ساعه ونص بس. تعالى اقعد. الاستاذ بتاع الرصاص ايه؟ خلصت تعالى اقعد بس. خلص الموضوع. انا شاكك في دول بس. لا انت هتعمل اللي انت عايزه. دول اللي شاكك بس يا استاذ. انا بسالك شنو استاذ ياس. بس يا استاذ ياس توكلنا على الله وخلاص. يلا تعالى مكانك. روح بقى حضر عربيه الترمس. ايه؟ حاضر استاذ رضا. انت اخر حاجه عملتها ايه؟
اخر حاجه عملتها ايه؟ صح. شلت دي من شلت هنا، شلت دي وديت دي مكان هنا كده. اه هما كانوا كده فعلا، ما انا كنت شاكك فيها. لا يا عم رضا انت بصراحه شديده قوي. انا مش سامع خالص. البراد في الاول زي ما هو. طب انا مش سامع حاجه. استاذ رضا انت كده كان معاك 200 نقطه. فسلم عليك. سلام. خليك زي ما انت، زي ما انت. كان معاك 200 نقطه. اديني حاجه بقى. 50 شلنا 50. خيرا خيرا. هي مره كده ومره كده. طيب الكنترول بيقول ان انت نقصت 100. تمام، علشان واحده واحده. فاهمني ازاي؟ و يلا نسيت اقول لك، انت فتح بقى اقفل بقك. نسيت اقول لكم برضو للناس اللي ما لعبتش، انت اصلا معاك 200 وكل خطا بتنزل ايه 50. 50؟ طبعا انت لو غلطت في واحده يبقى غلطت في الثانيه. في ساعات نعملها كده وساعات نعملها كده. يعني هو استاذ رضا دلوقتي خسر 100. نعم خسر 100. خسر 100. 100 ولا 50؟ انا بتكلم هندي. خسر 100. خسر 100. خلاص تمام. الغلطه ب 50 وهو غلط في 2 لان في 2. برافو. يبقى 50. يبقى 100. يبقى الغلطه ب 100 من الاخر. تمام. عارف كنت غلطت في 3. حلو الكلام. احلى. حلو الكلام. حلو الكلام. تمام. مين اللي هيقوم من هنا؟ اهو. لا مع لا لا انت. احنا هنبداها. مين اسمع مني يا ولا؟ يا ولا ايه اللي يا ولا؟ لسه شايفها حافظها لسه. حافظ ايه يا عم؟ افهم الكلام. انت جايب الثقه فيا دي منين؟ انا مش فاهم. انت لعبتها قبل كده روح. يا عايز اقول لك ان فرقه النخله يا طلبه واثقه في ربنا ثم فيك ان احنا جايين بكره ان شاء الله. ما انا عارف، انا ما عنديش ازمه. لا بلا. يلا قوم كده وتشوف. لا طب ما تعملها انت. اعملها. هو جاب الثقه دي فيا منين؟ هو هيستناك قدام المدرسه. يلا. جبت الشيبس معاك؟ بص يا طلبه حبيبي نركز اهو. ثلاث صفوف. ثلاث صفوف. براحتك. منور استاذ رضا. داخل استاذ صاحبك عامل ايه؟ استاذ طلبه احفظ كويس اماكن الحاجه. خلي بالك ان في فخرتين عشان ايه ما تتلخبطش. واحده كبيره وواحده صغيره. بس يا استاذ احمد ما تاثرش على طول. هو لسه ما لا ده بعد ما يغمي. انا لسه ما عملتش حاجه. طب يلا يا حبيبي ركز هنا ما تخليهمش ياثروا. انت بقى بيأثروا على تركيزي وانا مش ناقص. انا تركيزي رايح لوحدي. يلا يلا معلش. تركيزي رايح. يلا شاطر. خمس دوالين من الورق. هديك ستار اول ما تنجح. يلا ده احنا هنفطر بيك النهارده. ما يا مندي. مندي. يا مندي. ماشي يلا. ايه ده؟ يلا. بجد؟ اخر نظرة؟ ها؟ اخر نظرة سهلة صح يا طلبة؟ تمام. اخر نظرة يا طلبة. تمام. سهلة؟ ربنا استر طلبة. يلا يا سيدي. ماشي ماشي. اقعد بقى. اقعد بقى خلاص. انت مش قلت ماشي؟ ماشي. ما امشي. يلا. ثانية. استنى يا استاذ رضا، استنى يا استاذ مين قال لك تروح يا استاذ رضا؟ لا لا يا استاذ رضا استنى، كان هياخد باله. خلي بالك بقى. انا هقعد ساكت بقى المفروض صح؟ انا نسيت كل حاجه. استنى يا استاذ رضا ثانيه واحده. انا نسيت كل حاجه. وقتك هو خد وقته ونزل الطاقيه وكان ناقص يفتح كشك هنا. قول لنا نزل امتى يا استاذ رضا؟ لو ما بس خلاص كده تقدروا تبداوا يلا. عشان هم يغموا عينيهم بس. احمد يا سمير اهو والله بحب اغمها لكم. ماشي اهو. احسن يا شباب. عشا وحوش. انا ازاي نسيت كل حاجه كده؟ ما هي دي بقى الذاكره. شفت بقى. انا ما عنديش ذاكره. ما انا قلت لك ذاكره سمك. احنا مصطادينك من البحر. طلبه انت موجود؟ ايوه انا خايف. وانا جاهز يا استاذ طلبه. انا حاسس ان عم رضا هياكلنا. جاهز يا استاذ طلبه؟ انا جاهز. يلا اتفضل. شيل يا استاذ غزي. شيل يا فندم. انت بتحط ليه اللي بتاع يا احمد؟ ما هو المقصود طلبه بس. لا 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 اللي هم قال لي واللي معاه. اصل عارف عارف انت ممكن تكون حافظ حاجه. انت فاهمني ازاي؟ فتقوم برافو. يا سلام يا سلام. لا ما شاء الله مركز على فكره. بيرمي لحم قبل الفطور ده. التركيز ده كويس. هنشوفه هنشوفه. الوقت بيعدي يا استاذ. مفيش وقت. مفيش وقت. ما تتوتروش. دي كانت فاضيه من دلوقتي. لا لسه كانت فاضيه. دي ما كانش فيها حاجه فوق. دي كانت فين بقى؟ تسأل ولا بتجاوب؟ دي كانت فين؟ الفيزياء بيجيبوا فيها فول زمان. انت في حاجه يا سمير؟ وقعت الفول؟ ما قلت لك يا اخويا تعالى اعملها عندي. بس يا سمير بس يا سمير. هي دي فيها حاجه. على مالك يا حبيبي؟ ايه ده يا عم؟ دي علبه فاضيه. فاضي ده.
هو انا اللي متاكد منه اللي تحت. الف سلام. اللي متاكد منه والمسدس ده تقريبا انا متاكد منه. ده هفرغه في دماغك. يبقى دي هنا؟ دي كانت فين؟ يلا يا طلبة. ما انا بفكر دي وقف من دي كانت في المطبخ. اللبانة دي ما تحطها في اي حتة. عندك صندوق فاضل 100 فيه. انت شلت الصندوق ده 20 مرة. ثانية واحدة، في حاجة غلط. ده ما كانش هنا. انت اللي غلط. هو ده الاخر خلاص. ده اخر. خلاص قول له استاذ غزي ان ده تمام. خلاص ده اخر. بس وقفوا الطلبه يا جماعه. انا مش قادر. ده اخر. مش قادر بجد. ده بقى عشان في في ازمه دلوقتي. ده صبر. لا نرجع لل ايه، هتلغوا اللعبه؟ للحوار كده. طلبه عليه 200. هو احنا بنيجي هنا بالماينس؟ عليه 200. لا مش والله والله ما سامع. احنا بالماينس؟ المسدس؟ بس انت اللي قلت لك قوم العب انت. انا مش عايز العب. مسدس فوق. ادي كده 100 كمان. والحله كانت تحته. المسدس كان فوق والحله كانت تحته. وبعد كده البراد 350. ودي استنوا بس عشان نلم هنا. كان في الفازه ثم 150 الصندوق بس العداد. بس بص بص انا قلت لك الصف اللي تحت ده انا واثق فيه. وبعد كده 200 كده 200. ده مفيش غير ولا واحده صح. ثانيه واحده. البراد كان تحت ماينس 50 كده. ماينس 100. اصبر انت. ماينس 100 يا طلبه. بس خلاص كده ماينس 100 خلاص. برا قلت لكم يا جدعان مفيش تركيز. يا طلبه احب اقول لك شكرا. اطلع بره. احب اقول لك اطلع بره. انا مش عارف اقول درجه يعني. قول له اطلع بره. مش لاقيين درجه نقولها. بالسالب عندكم السالب؟ مفيش سالب. مفيش. خلاص يبقى ست. زيرو. خمس اصفار. حلو. يلا حلو. يبقى زي خمس نجوم. حلو حلو. خمس اصفار. جاهز يا استاذ ياسر؟ جاهز. ما ايه يلا ان شاء الله. عليه. لا ثانية واحدة. أكيد إن شاء الله مش هبقى أسوأ من جايبين لك ياسر طبعا. تقايل. جايبين لك تقايل. راجل بص أنا مفيش دماغ. هيولع في الكاريزما. مش أنا. ومكسبش. والله فراز. فراز؟ آه بيشتغل في الفرز. هو ده اللي جايب ضهرة يا أمك. هو ده اللي جايب ضهرة. أحمد سمير هيموتنا. ده فرز فينو. ده راجل فلاوي وهادي. بيبيع إيه فلاولة يعني؟ لا فلاوي يعني فلة كده. بتاع هزار وضحك. يلا السلام عليكم. لسه عارفها معقوله على فكرة. ايه ده ايه ده بسرعه كده؟ معقوله الكلام ده؟ ايه ده يا عم؟ اتفضل اتفضل يا فندم. يا باشا ده بيدخل كان بيدخل رد اعتبار هوب على طول بيخلص. ايه ده؟ اتفضل غموا عينيكوا. انا كمان اغمى. اه انتوا اللي هتغموا. ليه؟ الله ماشي يلا بينا. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. اتفضل يا استاذ. يلا لخبطه. يلا لخبطه. يلا يا استاذ ارجع بقى اقفل على عينك. لا واقفل اهو. هو بس حط ايدك عليها وخلاص يا استاذ ياسر. ويبقى متبروزه. دي اللي دمرتنا المره اللي فاتت. فعلا هي دي اللي لخبطتني. ما حدش قال لي. يلا بقى حلو قوي كده. يلا تعالى نروح احنا الحضانه. هنروح احنا. اتفضل يا استاذ ياسر. يلا بسرعه. انت عارف لو جبر ممكن اتشال. بس ما لحقش. طب جهز نفسك. هنتشال. جهز نفسك للعصب. يلا اطلبوا الاسعاف من دلوقتي. ايه ده ايه ده؟ هو احنا الدرجات دماغنا بصل؟ اللعبة دي صعبة قوي يعني. يا بطل غلط. سقفوني ليه؟ فرحانين في ياسر. ما شاء الله كان معاه 200 بقى عليه. طير لك ال 200 اللي معاك. طيب يا شباب فرحانين في ياسر. ايه سمير؟ لا امل في ربنا وفيك. بص يا استاذ ياسر اقول غلطه. المسدس فوق. الحل فوق. الحل فوق. فوق. بعد كده السله. وبعد كده البراد تحتيهم. شوف. وبعد كده المسدس هنا. امال هو عمل ايه صح؟ الصف الاخير. وايه الصف الاخير؟ سايحه عمل ايه صح؟ وبس هو بس قال لك انا خلاص. الصندوق الاول وبعد كده الحل. كده يا جماعه رضا طلبه تفوق على ياسر. انا محمد طلبه مش رضا. محمد طلبه تفوق. عشان انت دفعه اقدم. محمد طلبه تفوق على ياسر. الحمد لله. ولا واحده صح.
ولا واحده ولا واحده ايه ثانيه واحده هو هي هياها لا بس انا كان عندي الصف اللي تحت كله استنى مش مالهاش علاقه لا استنى مالهاش علاقه قصدك ايه يا استاذ انت كان معاك 200 راحوا استاذ ياسر كان معاه 200 راحوا واستاذ رضا استاذ رضا معاه كده 100 معاه 100 طيرهم له انت بقى يعني ربنا خد لك يكرمك خد لك مية انا ايه يا ربنا يكرمك خد لك 100 زي ما انت انا زي ما انا على السريع كده خد انت ما قلتليش امبارح صحيح المستر ضربك على ايدك جامد يعني بس انت ايه انت كويس الحمد لله طب الحمد لله شايف الناس اللي قاعده هناك دي معاشات ما انا عارف مدرس تاريخ يعني اتفضل استاذ احمد اعمل ايه خد راحتك بقى احفظ عيش بقى انا ممكن احفظ معاك لا انت حفظت وخسرت غز ما تقوليش كده غز عادي مره تانية ما انا كل ما اجي البرنامج اخسر واروح شكله وحش طب عدوني حلقه هو مفيش لعبه بتروح حد هو يا سمير حلف الطاقيه نعم هو مش لا مش هحلفها هحلفها ليه بيعبي الموضوع هو سمير ركز سيبك من الافيهات دي وركز في اللعبه زي ما انت سمير لسه حب لسه حابه خلاص عشان لك صوتين كمان طيب عشان لسه في حاجه تانية يا سمير يلا يلا كده كده هتنسى يا سمير تمام استنى بيخزن بيخزن النظره الاخيره هي السحبه الاخيره دي توكلنا على الله يلا استحمى ليه ما انا مش هشوف معلش اتفضل يا فندم يلا بس اتفضلوا يا اساتذه احمد سمير بيبص على لا لا مش هيبص ولا حاجه لا والله هو. لا شفته حتى لو بص مش شاف حاجه انا شفته اهو مش بيبص لا اهو بص كمان عم رضا اهو الراجل ده امين اهو هدفن عينيا خالص انت طيب قوي يا اسطى وانت شرير قوي ما انا بريح دماغي في اللعبه دي لما جيت قبل كده ما لقيت ان اسلم قلب هو ده والله ببهزر بيبوظ الدماغ بتاع اللي قدامك ده بيلعب على النفسيه لا مش بهزر هو دماغه هتبوظ دلوقتي يعني صح فعليا كده من يبقى انت بوظت دماغي قصدك كانت دماغي سليمه لا يا باشا لا يا باشا يعني كانت دماغي بايظه يعني دي بتاعت ربنا ممكن تسكت طلبه علشان يعني انا دلوقتي رفقت بيه بحاول خلاص اتفضل يا استاذ احمد اتفضل يا استاذ احمد يا حبيبي انت نسيتني كل اللي انا كنت فاكره اتفضل يا استاذ احمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الواحد الاحد بسم الله الفرد الصمد بسم الله يا صمد بقول لك ايه الحاجات دي اصلا هو ليه كعبين حاجه فوق بعض خلاص احمد حلها برافو عليك ده تكتيك لا ده فعلا كان مركز طب الحاجه كلها في ايده بيفكر لا طب هو مسك المسدس باليمين خلاص يبقى فاهم استنى طب ما كانت محطوطه كانت كل حاجه تحت بطنك انت يعني ولا انت عملت كده ليه ليه انت شرير قوي حتى المايه دي مش هناخدها ثانيه واحده عليا ثانيه واحده عليا لا حلك حاجات كتيره كويسه برافو عليك يا احمد بجد حاجه كده هو مركز عنك ده اكيد ما انا عارف انا مش معترض على البطن انا اقول لا اي حد مركز عنك يا برافو يا احمد والله والله ما كنت إيه؟ متوقع كده طب صح ولا ايه خسر 150 خلاص خلاص خسرت 150 على الله هنشوف لسه انت خسران 150 على الله كلها على الله تاني احمد خسران 200 برضه لا 150 بس طيب هنا كان الحله ادي 100 الصندوق مكان الحله 200 والثبت فوق 150 طب ادونا 50 كام يا استاذ خالد ايه كده 150 البراد هنا اهو كده تمام كده تمام نشكك في الفخاره الاخيره لا زي ما هي الاخيره طب دي طب يا شباب احب اقول لكم 50% زي ما انتم شفتوا صححنا لاحمد كده كام يا شباب صححت له 3 50 و100 الحمد لله يا سلام يا سلام يا سلام شكلنا بايخ احسنتوا اساسا شايفين النتيجه على الشاشه دلوقتي هو عشان اكبر كمان